في هذه التعليمات سنتحدث عن طريقة إرسال التوكنات المشترى على البورصة MEXC إلى محفظة ألتيما في سمارت وولت. إرسال التوكنات من حساب البورصة، انسخ عنوان محفظتك والقيام بذلك، افتح تطبيق سمارت وولت وانقر على بطاقة ألتيما، سترى عنوان المحفظة، انقر على أيقونة النسخ ليتم نسخ عنوان محفظتك. بعدها قم بتسجيل الدخول في البورصة MEXC انتقل إلى قائمة Wallet ثم انقر على Withdraw. ادخل اسم التوكن ألتيما في شريط البحث. الآن ألصق عنوان المحفظة الذي نسخته وأدخل عدد التوكنات المراد إرسالها. أكد على عملية الإرسال وانتظر الانتهاء من عملية المعالجة من قبل البورصة. ستستلم التوكن إلى محفظتك بمجرد الانتهاء من معالجة المعاملة. ملاحظة: للقيام بمعاملات إرسال التوكن ألتيما من المحفظة لا بد من توافر سمارت كوينات على رصيدك الخاص. طرق الحصول على سمارت كوين: أولا، اطلب أحدا أرسله إليك. ثانيا، احصل عليه بالمبادرة سوابينج. ثالثا، احصل عليه عبر البورصة MEXC وحوله إلى محفظتي. عملية إرسال سمارت كوين من MEXC للمحفظة لا تختلف عن عملية الموصوفة هنا في هذا الدليل للإرشاد. شكرا.